من ناحية تانية بقى، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات النادي الأهلي القادمة إن شاء الله ابتداء من الجولة الثامنة وحتى الجولة 14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز. هيواجه يوم الأهلي إن شاء الله نظيره البنك الأهلي في الجولة الثامنة يوم الأحد 17 يناير على استاد حرس الحدود الساعة 5 مساء. في الجولة التاسعة هيلتقي الأهلي مع المقاولين العرب يوم الخميس 21 يناير على استاد السلام في تمام الساعة 5 مساء. أما الجولة العاشرة فستشهد مواجهة الأهلي أمام بيراميدز يوم الثلاث 26 يناير على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة 7:30 مساء. في الجولة الحداشر من مسابقة الدوري هيواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الثلاث 16 فبراير على استاد السلام الساعة 7:30 مساء. أما الجولة الثانية 12 فسيلتقي من خلالها الأهلي مع الإسماعيلي يوم 14 مارس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 7:30 مساء. وفي الجولة 13 هيواجه الأهلي نظيره إمبي على استاد بتروسبورت يوم الخميس 22، فيما سيواجه الأهلي نظيره طرائع الجيش ضمن الجولة 14 يوم الأحد 28 فبراير على استاد السلام في تمام الساعة 7:30 مساء.